اكيد هو حافز ليا باش نربح في بلادي، ربحت بطولات خارج الوطن، وهذا حافز ليا باش نربح في بلادي. لماذا؟ كل الشعب الجزائري في انتظارنا، كل الشعب الجزائري داير فينا ثقة باش نكونوا في المستوى المنشود. حاولوا باش نكونوا ان شاء الله نأدوا الأمانة اللي عهدنا بها شعبنا، وان شاء الله نكونوا في المستوى. لا الى كرة قدم، ما هي حتى ضغط، ما هي الى مباراة كرة القدم، لازم نكونوا في اليوم الموعود وفي الوقت المنشود نكونوا في المستوى.